سيدنا الكرام، أهلا بكم إلى الفقرة السياسية ضمن أجندة غرفة الأخبار التي تأتيكم مجددا كل يوم لتقرأ المشهد السياسي بكل تداعياته ومفصلياته. اليوم سنعود بعد 48 ساعة عن ندوة أو منتدى الحوار الوطني الذي جمع المعارضة في عين البنيان، وكذا مقاربة السلطة التي كان قد أعلن عنها عبد القادر بن صالح رئيس الدولة. كيف هي النظريات وما هي التطبيقات، دون أن نغفل المستجدات السياسية التي تظهر من ساعة لأخرى كما نشاهد كذلك عبر الشاشة هذه الإعلانات الهامة التي تتحدث عن مطول كذلك سعيد بركات أمام المحكمة العليا في قضايا فساد مختلفة. وكان البارحة قد مطول الوزير السابق للتضامن وكذلك رئيس أو الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، والذي أودع السجن الحراش بعد مطوله كما قلت أمام مستشار محقق بالمحكمة العليا. إذن كل هذه التداعيات ستكون في صلب الحوار الشيق الذي سيكون مع الأستاذ الدكتور فاروق طيفور المستشار السياسي والقيادي السابق في حزب حركة مجتمع السلم وحاليا هو كذلك عضو قيادي. أرحب بك مجددا سيدي الكريم. موضوع حلقتنا اليوم كما تابعنا في المقدمة هي تداعيات منتدى الحوار الوطني الذي كان جرى في عين البنيان وتمخضت عنه أرضية مشتركة كخطة الطريق أو خريطة الطريق تتناغم كذلك مع خريطة الطريق التي أعلن عنها عبد القادر بن صالح رئيس الدولة. قبل أن نتحدث إلى هذا الموضوع، ربما الروافد الأخرى نشاهد اليوم مطول وزير عضو برلمان عضو مجلس الأمة، البارحة الأمين العام لحزب التحرير الوطني الذي شغل الناس وملأ الدنيا بتصاريحه القادمة. كيف تقرأ المشهد السياسي قبل أن نتحدث عن ندوة الحوار؟ تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدي قناة البلاد. شكرا. أعتقد أن الجزائر اليوم يعني فعلا هي بدأت الخطوة الأولى في ما سماها الحراك جزائر جديدة. أعتقد أن ما بعد أصبح 22 فبراير يؤرخ به فيما قبل وما بعد، يعني نحن الآن فيما بعد 22 فبراير 2019 الذي خلق ميزان قوة جديد في الجزائر كان مختلا لصالح منظومة الحكم التي كانت آخر فقراتها يعني في مسألة ما تعلق بالبرلمان. عندما قيل له لماذا يعني كيف يعني الأمور تحدث بهذا الشكل، قال لهم أمر واقع. الآن هذا أمر الواقع، أعلن المجتمع الجزائري بكل أطيافه على أن هذا الأمر واقع انتهى، ولابد أن ندخل في واقع جديد في جزائر جديدة. نعم، الواقع الآن هذا الذي يتحدث فيه شقين، الشق الأول شق سياسي والشق الثاني هو شق هو سياسي بحث، يعني على اعتبار أنه يتعلق بحل يعني إزالة رموز النظام البوتفليقي وإعطاء رسالة قوية جدا إلى أن جزائر الفساد التي كانت يعني صح التعبير عاشت عقدين من الزمن وهي يعني نعم في أرقام فلكية من نهب المال العام وسرقته واختلاسه، والآن نسمع من في كل أسبوع عن أنا حتى كلمة رمز لا أستطيع أن أتعامل لأنها رمز عندها معنى إيجابي. هؤلاء بالنسبة إلي ارتكبوا جرائم اقتصادية كبيرة وكبيرة جدا في الجزائر وجرائم سياسية أيضا اليوم رام يخلصوا فيها، وهذا يعني أقل ما يمكن أن نفعله. نحن نعتقد أيضا أن ميلاد مؤسسات شرعية هي ميلاد مؤسسات شرعية وحقيقية تطلع بهذه المهمة هو استمرار جاد لهذا المشروع تاع جزائر بدون فساد. خلينا العداله تاخذ مجراها طبعا. هم اليوم امام قضايا تخص صفقات، ابرام صفقات، تبديد اموال عموميه الى غير ذلك. نحن نقرا المشهد السياسي تلبا. يعني جمال ولد عباس راهو امين عام حزب جبهه التحرير الوطني كان يقول باننا سنبقى في الحكم 30 سنه، كان يقول باننا العهده الخامسه ما كانش اللي خلقتم ولدتهم باش ينافس بوتفليقه، يعني كل هذه التصاريح وهو مسؤول عنها. اليوم يعني هل تؤطر على المشهد السياسي؟ هل تؤطر على الحزب في حد ذاته؟
أعادت هذه الصورة الآن لهؤلاء الذين كانوا يمارسون العبث السياسي وليس العمل السياسي. هؤلاء كانوا وكأنهم يعني ينظرون إلى المجتمع الجزائري على أنه شعب بدون وعي سياسي، بدون يعني وكأنه لا يدرس، لا يعرف، غير منفتح على العالم، ماذا يحدث في الجوار، ماذا يحدث في الإقليم، فعبثوا بالسياسة. اليوم هذا الأفعال التي تحدث وكأنها إعادة الاعتبار للفعل السياسي في الجزائر الذي عاد إليه الشباب، عادت إليه الإطارات، فتح الأفق السياسي هذا الحراك، وهذا أيضا حراك هام مهم جدا، يعطي رسالة على أننا ندخل إلى مرحلة جديدة بدون تلك الوجوه التي أفسدت العملية السياسية وأفسدت حتى البيئة الاجتماعية التي كانت تتفاعل فيها. يعني للأسف الشديد كانت وضع سقف، دارت سقف للجزائريين وكأن هذا هو السقف، السقف هو تاع ولد عباس، السقف هو تاع يحيى، السقف هو تاع فلان وتاع علان، وكأن هذا هو السقف السياسي وانتم لازم لكم تعيشوا تحته. الآن انفتح الأفق السياسي، والذي فتحه، اسمح لي نقول لك هذا مهم جدا، الذي فتح الأفق السياسي في الجزائر هو الشعب الجزائري، هذا الذي لا يجب أن يعني يزايد عليه أحد. لماذا؟ لما انغلق الأفق السياسي من خلال الممارسات حتى الطبقة السياسية، يعني راك تعرف بلي في 10 جوان 2014 اجتمعت في مزافر ودارت أرضية وأرضية محترمة، ولكن لما كان ميزان القوة مختل لصالح منظومة الحكم لم يستمع إلى هذا الموضوع اللي تحدث فيه عن أفلان وهذه الأحزاب وهذا الرموز التي أنت تتحفظ عنها، سنتحدث عنها في العزل السياسي الذي يأتي بعد قليل. لكن حوارنا أو موضوعنا اليوم هو منتدى الحوار الوطني. القضية اليوم أصبحت بشكل عام، يعني بعد 24 ساعة أو أكثر بقليل، بدل أن يتحدث المجتمع العام يعني عن مخرجات الحوار، بدأوا يتحدثوا عن بيان ختامي، وهذا الجدل السياسي المطروح الغير مسبوق، ماذا يحدث بالضبط؟ أعتقد أن المبادرة التي تجمعت، لأنها كانت مجموعة من المبادرات في القاعة في عين البنيان من خلال الحضور يعني أطياف سياسية، يعني 700 شخصية، أكثر من 700 يعني مشارك، فيهم كل الأصناف، فيهم يعني كتلة كبيرة من المجتمع المدني والنقابات والجمعيات، فضاءات أنشأها الحراك، فضاءات لم تزل لم تعتمد، ولكن الحراك في أعاد استعادها الحراك إلى الفعل السياسي، وهي قيمة مضافة له، هي قيمة مضافة له، والأحزاب السياسية اللي كانت معروفة يعني في الأخوة. لذلك فهي تتعرض طبعا دائما كانت تتعرض إلى التشويهات. نعطيك أحد التاريخ فقط، في مزافران في 10 جوان خرجنا بأرضية يعني تاع مزافران الأولى والثانية، مزافران الأولى بدل الناس، لأنه كان يعني لازم تفهم باللي كي تكون كاينة مبادرة طبيعي جدا أنه ناس تقاومها. لماذا؟ لأنه ماشي في صالحها، لأنها ستنهي عهدها، هي ضد التغيير طبعا. هذه تسمى في تجارب الانتقال الديمقراطي الثورات المضادة التي تقاوم عملية التغيير، لأن التغيير سيأتي عليها. هذا العمل الذي يحدث الآن أعتقد أن يدخل في هذا، سواء شعر الناس الذين يقومون به أو لا يقومون. أعتقد أن المعارضة بما فيها من مجتمع مدني وطبقة سياسية وشخصيات وطنية وشباب الحراك خرجوا هذه الوثيقة بعد نقاش، وثيقة متكاملة. نعم، هناك أولوية الآن في الندوة أننا نشتغل على أن نسوق لهذه المبادرة. لماذا؟ لأن هذه مبادرة الحل، والبيان حتى في مضمونه الناس اللي تتكلم عليه، أنا بالنسبة لي هذا نقاش شكلي علاه، لأنه حتى في مضمونه هو ملخص لهذه الأرضية. تبقى بعض القضايا، اسمح لي، هذا كنقوله بهذا تجمع تاع أكثر من 700 واحد وأكثر من 11 حزب سياسي وأكثر من 50 منظمة مجتمعية ما بين النقابات والأخر، طبيعي جدا هؤلاء ما همش يعني كما يقولوا حزب واحد، هؤلاء عندهم آراء، عندهم مقاربات. أعتقد أن الأولوية الآن، لأنه العمل السياسي يا أستاذ الفاضل، العمل السياسي أولويات. أستاذ، حدث لي عن البيان الختامي، قلت بأن يدخل في ضمن قوى التغيير أو المضادة، الطور المضادة. لا قد مشي البيان، قد ليس البيان الختامي، مسألة الحوار على البيان الختامي. الذين يطرحون الآن قضية تاع بيان ما بيان، هؤلاء يريدون تشويه هذه الوثيقة. معليش، ولن نعطيهم هذه الفرصة. لماذا؟ لأن منتدى الوطني للحوار هو فرصة للجزائر لنفرض جدلا أنها من قوى المضادة، خلينا نتكلم. لكن القضية أستاذ، هذا الكلام تاعك قد يفهم إلى حد بعيد، لكن الذي لا يفهم أنه من داخل منتدى الحوار يخرج بن خلاف اللي هو عضو في العدالة والتنمية، يقول بلي أن أطراف حورت الموضوع وطرحت خريطة جديدة تتحدث على انتخابات. هذا هو الذي لا يفهم. تفضل أستاذ. أنا أفضل الآن أتحدث في المضمون.
المضمون اللي عندي الان تحب نشوف نوري لك المطالع عليه هو مضمون طالع على في وقته يعني بارك الله كنا غطينا الاحداث المضمون في الوثيقة أو في البيان ليس مختلف هو الإشكال الناس خطرات تختلف على الأشكال نديروا هذا الشيء ما نديروش هذا الشيء هناك من رأى أن عندما نختم ببيان وكأننا استثناء هذه الوثيقة ولت ما عندهاش قيمة الأولوية السياسية اللي كانت حازت على الإجماع هي أن التسويق الإعلامي لأن تحتاج الآن هذه الرؤية وهذه المقاربة إلى تسويق إعلامي أن الأولوية تكون لها النقاش يعني هذا النقاش زيد على ذلك أن هذا الذي يحدث هذا واستثماره للتشويش على هذه أنا لا أقول أنه فلان أو علان يشوش لا ما أقولش هذا الكلام أقول أن كان الأولوية العام السعيد لما أقرر هذا التصريح لما يقول أنا أعتقد أنه اختلافات تعمونا كفاية سياسية بسيطة جدا لا يجب أن نقف عندها ويجب أن نتجاوز في هذه المرحلة وهي طبيعية جدا لماذا؟ لأن الحوار هو حوار بين المختلفين وليس بين نزيدك المتفقين نزيدك فقط نزيدك بيت من الشعر وندخل موضوع آخر شكرا قلت بلي هذه ممكن من يعني أنا بالنسبة للتوعية الثانوية ولكن يعني. سيب الخلاف راهو زاد في التصريح نتاعو يقول بلي أنه رحابي منسق المنتدى ليس منسق وإنما منسق كلمات هو اللي يوزع الكلمات فقط يعني هل هذا يضرب البيان يضرب المنتدى معلوماتي الرسمية تقول أن السيد عبد العزيز رحابي عين في لقاء في فعاليات منتدى التغيير لتحضير لهذه الرؤية وكما حدث في مظفران 2 وأنا كنت مسؤول الرؤية السياسية في هذه الأخر هو كان مسؤول تنسيق الندوة وكان تقريبا يعني الاشتغال كيف لماذا؟ لأن المسؤولية عندما تعطى الواحد طبيعي جدا أنه سيسير الجلسة طبيعي جدا ولكنه أيضا سير الاتصالات نسق عمل اللجان وفي نهاية المطاف ماكرو كي نقولوا ماكرو كليا بالرؤية الكلية كان المنتدى ناجحا من الشق السياسي كان ناجحا على اعتبار أنه تقدم برؤية من الشق تاع واجب المرحلة كان ناجحا لأنه اطلع بمهمة تجميع أغلب المبادرات الموجودة في الساحة السياسية وحطها في مبادرة واحدة تسهيلا لعملية الحوار لرأي جاية في أنا بالنسبة لي بدأ الحوار الذي تحدث عنه الناس بدأ من خلال هذه الفواعل ونجح أيضا من حيث الحضور تاع الناس والتشكيل النوعي تاع الناس التي حضرت احنا نشوفوا ماكرو أما في العرس لا قال عرس فيها تتكسر بعض الفنجل طبيعية جدا لكن واحد تعشى واحد لا قال واحد صاب البلاصة وما حسبش البلاصة واحد قالوا له استنى ما جابوش العشاء هذه كل وهذا عرس كبير هذا عرس كبير للجزائريين الذي حدث في عندنا طبيعي جدا انه بعض الحاجات نبقاو في العرس استاذ الأرضية الوفاق او أرضية المنتدى اللي امامك راهي نظن في 3 صفحات ريكتو فيرسو كما نقولوا قريب 6 صفحات وهذه تمثل منتدى أرضية حوار نقارنها بمقاربة سياسية نتاع عبد القادر بن صالح اللي كانت قبل احتفالات ذكرى الاستقلال اللي كانت في نصف ساعة الخطاب تاعو في نصف ساعة بين نصف ساعة تاع الخطاب وبين 6 صفحات هذه ما هي النقاط المشتركة والهامة جدا في الحوار النقاط المشتركة بين المقاربة التي عرضها الرئيس الدولة المؤقت بن صالح في خطابه الأخير الذي كان يعني من الخطابات اللي فيها مضمون أكثر وضوحا في مقاربة السلطة للحل. أولا تأكيد مبدأ الحوار وليس فقط كمبدأ وإنما كإجراءات. نروح للتفاصيل. لا. الحوار. باللي الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق الراهن. نقطة واحدة. 2 أحال الخطاب مع المقاربة إلى أنه لابد أن تكون هناك هيئة وسيطة لماذا؟ لأن الحراك يرفض أين الباقيين؟ أيوة. بدوي سنأتي إلى مرة فارس هو المشكلة. نعم الحراك اللي هو محدد من المحددات تاع الرؤية لأنك ما تقدرش أنت تروح الآن تتحدث كطبقة سياسية المجتمع في ود وانت في ود لا لابد أن تكون أنت غرفة صدى لهذا الحراك تاع الجمعة والثلاثاء تاع الطلاب لأنهم هم قلب الطلاب هم قلب الطاقة الشبابية في الجزائر وأيضا هذا الذي يحدث في الجمعة هو التحام كل الفئات على المجتمع الجزائري هذا هو البوصلة يفترض أي حوار لماذا؟ لأنه عنده مطالب فيها وحدة هدف لابد أن يسهر الجميع بما فيها الآن من فواعل الطبقة السياسية المجتمع المدني والسلطة إذن الحوار خلاص انتهينا من موضوع أنه نحاور ومنتحاور خلاص انتهى الآن
ما الان حتى الخطاب تاع بن صالح قال يا اخوي المؤسسه العسكريه بعيده على الحوار وانا ايضا ولكن سنلتزم بمخرجته وكاين كاين لجنه. هذا اتفاق كبير جدا. لماذا؟ لانه عمليه تاع تسهيل للحوار من خلال لجنة الحوار أو الهيئة الوسيطة التي تشتغل وعندها حتى الأرضية درت لها كيف تكون هذه الهيئة هذه الوسيطة تاع لجنة الحوار سواء من ناحية المعايير تاع الشخصيات اللي يكونوا فيها تكون توافقية. أيضا من ضمن الحاجات أن هناك إجماع ومشترك في أنه ضروري الانتخابات القادمة تنظمها وتشرف عليها وتراقبها هيئة مستقلة ذات سيادة عندها مصداقية عن وزارة الداخلية. كي نقول وزارة الداخلية نقول وزارة الداخلية ونقول الولات ونقول شاف دائرة ونقول رئيس البلد، بمعنى أن نقل الصلاحيات الانتخابات كلها من دعوة الهيئة الناخبة وتطهير القوائم إلى الإعلان عن النتائج إلى هذه تراها سيد. احنا نتكلموا في الموضوع اليوم نظرية وتطبيقات. نظريا اتفقنا عليها. تطبيقيا هل يمكن تجاوز وزارة الداخلية بهيكلها بأمنائها العامون برؤساء المصالح بهذا الشكل يعني ونعطيها الهيئة جديدة؟ إذا كانت دولة كموريطانيا ودولة كتونس ودولة ما احترامتنا للدول لا كدولة نهدر لأنه هذه الدول نحترمها نعطيها، لكن كل دولة وعندها قوتها في الإدارة قوتها في الخبرة الراصد التاريخي تاعها كل دولة كذا. إذا كانت هذه الدول استطعت أن تنظم حتى انتخابات إلكترونية، هذه في الانتخابات الرئاسية اللي اداها عبد الله الشيخ في موريتانيا كانت انتخابات إلكترونية في موريتانيا، فالجزائر عندها من الكفاءة المادية والبشرية لكي تستطيع وتحقق إنجاز يناسب الإنجاز الاستثنائي تاع الحراك. الحراك الشعبي الجزائري واستثنائي الآن محل دراسة كيف يمكن لشعب أن يرفض سلطة ويتعاطى معها في أسابيع الآن 20 رايحين 21 جمعة بهذه الطريقة ولم تسقط قطرة دم واحدة. ما زال الحراك سلمي عنده وحدة هدف ينادي بمطالب. أنا نهضر لك ماكرو، أما التفاصيل هذه مانيش راح نقول عليها لأنها تفاصيل ستبقى لأننا شعب فيه تنوع في طبقة سياسية فيها تنوع فيها تيارات، ولكن الحمد لله رب العالمين أن في النظرة الكلية كاين وحدة هدف باين وواضح. نعود إلى المسار الانتخابي بهيئة مستقلة ذات مصداقية. الفرز عند الشعب الجزائري هو الذي يقول شكون هو الرئيس القادم، والرئيس هذاك طوله في النهاية برنامج قد يكون توافقي قد يكون فيه ميثاق شرف من أجل إصلاحات حقيقية على مستويات عدة، لأننا أمامنا تهديدات اقتصادية، أمامنا مخاطر اقتصادية، أمامنا تهديدات إقليمية ودولية، أمامنا رهانات اجتماعية كبيرة وكبيرة جدا. مش بغير نروح لك للأرقام الاقتصادية والاجتماعية التي غير ننهي هذه العملية ولا بد أن ننهيها في أجل قصير جدا حتى نطلع بالمهام تاع التنمية وحل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية. دكتور تيفور، يعني تحدثنا عن الحوار لأنه نقطة المشتركة بين الأرضية وبين مقاربة السلطة. رانا وصلنا لمربط الفرس في هذا الهيئة التشاورية التي لابد أن يذهب أو أن لا تكون الباءات فيها خضم هذه العملية التشاورية للذهاب بحوار. هذا السؤال المهم الذي سيكون عصا في رحى الحوار القادم، ودعني أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير. إذن فاصل قصير نعود بعده لمتابعة أطوار الفقرة السياسية، فلا تذهبوا بعيدا. عودة مجددة مشاهدين الكرام لمتابعة أطوار الفقرة السياسية ضمن غرفة الأخبار. كنت قبل الفاصل سألت ضيفي الكريم طيفور فاروق أستاذ مستشار الشؤون السياسية عن ظهور الباءات أو عفوا ذهاب الباءات كشرط لبدء الحوار. ألا ترى ذلك، أعيد السؤال بشكل خاص، ألا ترى ذلك أنه وضعت عصا في رحاب بداية الحوار؟ طبعا هذا فخ وضعه النظام السابق، لأنه قبل ما يروح سي بوتفليقة وجماعته داروا لنا مجموعة من الأفخاخ في إطار الحل، لأنه وكأنهم غير معنيين بما بعدهم، يعني وكأنهم غير معنيين بالجزائر. أنا وبعد الطوفان إذن أنا كي نروح يجي الطوفان. الحمد لله ما كانش الطوفان، كان ما شاء الله يعني أمطار مليحة، كان إن صح التعبير صورة مغايرة تماما لما كنا عليه ما قبل 22 فبراير. هذه الفخاخ لابد أن نكون عندنا قدرة على تفكيكها دون أن يعني كما يقولوا تنفجر علينا. وأعتقد أن الوعي المشترك الجزائري عندما ينطلق الحوار
سنستطيع أن نتجاوز مثل هذه القضايا بعبقرية جزائرية. علاش؟ هي لا تحتاج في حقيقة إلى عبقرية، يعني إذا كان إرادة سياسية. إرادة سياسية يعني نستطيع بالإرادة، استطعنا بالإرادة السياسية أنه الناس تدير دورة تكوينية في الحراش بالجامع كاملين، مش عارف شرامي يعني كاملين كما رموز كاملة أنا بالواحد يدخل مع تحفظك على الرموز. طبعا مع تحفظي على كلمة رمز، لأن رمز هو عنده معنى إيجابي يعني للجزائر، ونتمنى يعني إحنا الرموز الجزائرية أن تكون يعني في مستوى تطلعات الشعب. فقط أن كاين زوج مؤشرات تقول باللي يمكن أن نتجاوز هذا. المؤشر الأول أن خطاب بن صالح لم يحدد تاريخ للانتخابات وخلاه للحوار، حاجة مليحة. لم يعين الأشخاص الذين يديرون الهيئة المسيرة للحوار، حاجة مليحة. إذن معنى ذلك أننا احنا رايحين إلى توافقات إن شاء الله، رايحين إلى أننا نتحاور ونشترك في هذه الهيئة. إذا كان مشينا إلى التوافق على هؤلاء الذين يكونون في هيئة تسيير الحوار، أو معليش أستاذ هذو ما نجيك روح للباءات، هاني نجيك على الباءات. الباءات سيتكفل بها الحوار. لماذا؟ لأنه الآن عندما يجيوا الأطراف تاع الحوار على مائدة واحدة ويتناقشوا في الموضوع كيف نخرج الجزائر من كذا، ستتشكل إرادة سياسية جديدة متقاربة ومشتركة. بعد ذلك عندما يحل هذا التوافق هذا وأعتقد في نهاية المطاف مقاربتنا نحن تقول باللي يمكن أن تذهب حكومة بدوي اولا تذهب حكومه بدوي اولا خليني نقول بدوي يعني الان حكومه يقولوا حكومه تسيير تصريف اعمال تسيير اعمال. هذا المطلب بدوي يمكن ان تذهب صراحه على ذهب بدوي وهو يبعث رئيس الدوله في الاتحاد الافريقي يستشير في حشد طاقات الحكومه نحو الذهاب الانتخابات، وتجي اليوم تقول لي استاذ بلي ممكن بدوي يروح. هذا يدخل في اطار تسيير العام للدوله في سياق هذا المؤقت عادي، لكن الغير العادي هو انه لم تتشكل الى اليوم مانيش عارف شنو هي الاكراهات، مانيش عارف شنو هي الضرورات اللي مخليه السلطه اللي الآن هي صانعة القرار في الجزائر تخلي بدوي اللي الآن الناس عندها الآن 18 جمعة تقول لهم بدوي ديجاش بدوي ديجاش بدوي ديجاش بن صالح ديجاش بن صالح ديجاش بن صالح ديجاش. واش من حوار أستاذ؟ أنا جيك واش من حوار مالك؟ إذا كان بدوي مازال والشرط نتاع الأرضية، اسمح لي، الشرط نتاع الأرضية في الهيئة التوافقية لابد ذهاب رموز النظام وأكثر من ذلك، لأننا نجي لأنه فيها العزل السياسي ما نتكلموش عليه، احنا نتكلموا فقط على الحوار. معلش باش نكونوا نسهلوا العملية، وحنا رانا الآن نساهم في الحلول. الآن لما نشرح نديروا التعقيدات، كل ما نديروا مبادرة وكأنها تعجيز، ما كاينش تعجيز. الحوار يحل كل الأزمات في إدارة الأزمات. شوف هذا علم قراية مقياس نقروا احنا في إدارة الأزمات، هذا النوع من الأزمات عندما يحدث الالتقاء بين الطرفين اللي هما أساسيين بغينا ولا كرهنا، لأن أنماط الانتقال الديمقراطية ربعة كما تعلم، ولكن لحد الآن ما تلقاش الأطراف. هذا الهيئة الوسيطة التي تشكل بالتوافق ماشي بالباراشوت فاني ونعاودوا نرجعوا نردوا بلو صالح. حد الان رانا في البدايه احنا نتكلموا كيف هذه الارضيه نلقاو لها ميدان تسجيل ميداني. هذا هو المشكل. اذا كاين مقترح الان مشترك، الان كيفاش ننجزوه في الممارسه؟ يحتاج الى توافق وتشاور. هذا الذي لابد ان يحدث بين رئيس الدوله في ظل الذي يحدث الان بين السلطه لو تتمسك السلطه بن صالح يا استاذ طيفور. نعم. لو تتمسك السلطه ببدوي كيف يمكن الحوار؟ كيف ينطلق الحوار؟ هذا حوار، يبدأ الحوار بموجب الحوار يروح بدوي ولا لا؟ علاه لا؟ يمكن أن لأنه إحنا في النقضة شو درنا؟ قلنا كان إجراءات تهدئة. الآن رانا في أزمة، في راهن سخون، نديروا إجراءات تهدئة باش نطمئنوا الناس ولا لا؟ ما هي الإجراءات؟ الإجراءات مثلا يروح بدوي، قال الجماعة يروح بدوي مازلنا باوحدة، كانوا عندنا كات بي. ايوه الان قال كات بي الان دو بي راحوا بقاو دو، هذو اثنين اللي بقاو الان نزيدوا نشتغلوا على الحوار مع بقاء الحراك موجودا في 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 الشارع السلمي الحضاري. هذا الميزان القوة الجديد هي سيتيح للجزائر فرصة. خليني نقول لك حاجة، احنا بالحوار اليوم فقط احنا ماناش الان لا نمثل لا السلطة ولا لا نمثل الان نخبة واعلام، نريد ان ننور العام الرأي العام بالموضوع. كاين حاجات كثيرة عندما نتناقش تبان لك انت بلي ودي انت عندك احكام مسبقة عليا راك غلط، انت ما تعرفنيش وانا ما نعرفكش نبقاو لا 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 يا دوب الجليل من خلال الحوار. شوف لابد ان نحول الجذر الى جسور،
لان الحوار هو ما لازمش نديروا الجذور هذه لكن نبسطوها ثم انا اعتقد انه اذا كان نوايا كان اراده سياسيه نستطيع في خلال شهر هذا هو السؤال. نعم كيف في شهر؟ لانه فيه الارضيه تكلم عن شهر، هل معقول هذا منطقيا انه في شهر نبدا نحاور؟ لا ماشي يعني في مده شهر اللجنه تتشكل اللجنه هذه الوسيطه تتناقش في الموضوع. شكون يشكل هذه الهيئة؟ أعطينا التفاصيل أكثر يعني ممكن حتى المشاهد يكون على بالي. راهي واضحة بلي تتشكل بالتوافق. راهي واضحة وضوح الشمس. أنا قلت لك في البداية حاجة. في البداية واش كانوا يديروا السلطة الفعلية ولا اللي راهم الآن يشتغلوا؟ واش داروا؟ كانوا يديروا الأمور بها. قال 4 جويين نديروا انتخابات. أرواحوا ولا ما تروحوش؟ ولا لا لا. بعد ندير ندوة في قصر الأمم ولا قصر المؤتمرات. هو ما جاهش. إذا اليوم إذا راك شفت بعينك. باللي يودي الاجراءات الانفراديه ما تجيب والو وزيد تعطل البروسيس. تاع نسالك الاستاذ، كنت نسالك قلت باللي انه السلطه اليوم ما عندناش على الانتخابات موعدها، وكذلك لم تعلن جيد اسمحني على التشكيله تاع هيئه الحوار اللي تدير الحوار. نعم. لماذا في ارضيه عين البنيان لم تتمخض عن هذه الارضيه هيئه تمشي للحوار؟ لا الان الهيئه المنتدى الوطني للحوار بالإجماع قال باللي الحل هو الحوار من أجل أن نوصل هيئة. قال الحوار في إطار هيئة. وين الهيئة أستاذ؟ على ما جابوش الهيئة هذه؟ على ما اختاروش أسماء؟ ما إذا كانوا نعيب على السلطة أنها تتفرد وتجيب الباراشوتي هما يعاودوا يبارشوتي وكي يجيبوها هما أصحاب القرار؟ مش أصحاب القرار، أصحاب القرار مبينين يا صانع القرار في الجزر راه باين، والأفعال والقرارات اللي يديها راه باينة باللي راهي في الفعل. هل تقدر المعارضة تدخل الناس تجيبهم للمحكمة؟ هل تقدر عندها يعني عقد من الزمن ويتحدث عن الفساد؟ نعطي غير حنايا، حنا من 2006 حنا دايرين مبادرة فساد قف، بس حتى واحد ما توقف ولا لا لا هاني وتوقفوا اليوم توقفوا بإرادة سياسية واضحة وما بقاوش يعني الناس قاع على بالها باللي الدور الذي تقوم به المؤسسة العسكرية في ضمانات في إعطاء ضمانات للقضاة ضمانات للنواب العامين باللي يودي يطبق القانون وما حتى واحد يتوشيك. هذه ضمانات ما كانش موجودة. تسمعت باللي النائب عام كاش معيط الوزير يا سيدي في قضية صنط راك واحد وزوج ولا في قضية الخليفة ولا في قضية كذا ولا الآن في التالية في تاسونا تراك دو على بالك بلي الوزراء يكتبوا عندهم هم شهود يكتبوا ورقة ويبعثوها لنا بالعام. الآن الحمد لله أنا في وضع جديد. هذا الوضع هو الذي لابد أن نثمنه. شيء هذا اللي راه يصرى في 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 ملفات الفساد نجيبوه في السياسة برك فقط. علاه؟ لأن آفة السياسة هي التزوير وآفة الاقتصاد هي الفساد. هذا معروف. الفساد رانا نخدمه معه وكتشوف حتى يعني الآثار تاعه هي تداعياته على الأورو تداعياته على القدرة الشرائية تداعياته كثير. نعم مش بني أنا يقول لك فقط بلي مهم مهم جدا لذلك فبمقدورنا أن الأولويات نعود نحطها نعود. الشعب الجزائري شوف نعطيك في 2018 أكثر من 6000 احتجاج فئوي قطاعي كل واحد يطالبته. الجزائريين فهموا باللي ودي كي يلتحموا معناتها كانت عندهم اولويات. حتى احنا كاحزاب سياسيه ولا كي نقولوا لهم نعاونوكم ولا النواب تاعنا قال لك لا لا ما تحسبونا ممكن خليني نقول لك ذي الفكره برك ما تحسبوناش قضايانا باش ما يروحش علينا. معليش 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 غير هذه برك ما تحسبوناش قضايانا. قلنا لا يا احنا لهمنا ان مطالبكم. لما شافوا الجزائريين باللي مطالبهم ما تجيش بالفئات التحموا. استاذ تكلمنا عن منتدى الحوار هو فيه مجموعه من اطياف كبيره وديولوجيات مختلفه وكانت انه ممكن يلاحظ او ان بعض الملاحظين يقول لك هذه سيكون عامل يعني مهم جدا في التفرقه وعدم تقارب الرؤى. هل هذا هو الامر اللي ما خلاش انه مثلا المنتدى يصدر عليه مجموعه من الهيئه هي اللي تروح تفاوض السلطه او تحاور السلطه؟ يعني ماشي بهذا المعنى. كل واحد ولا في احنا زاويه النظر تاعو كل اللي يشوف التنوع مشكله وكل اللي يشوف التنوع ثراء. حنايا مقاربتنا ان التنوع ثراء بل بالعكس لابد ان يكون حاضرا. نعطيك مثال حتى في الاقليات باش تكون زين يعني حتى في الاقليات كاين بعض الاقليات الموجوده في الدول التنوع تاعها هو ثراء. نعطيك مثال في ماليزيا الاقليات هي قيمه مضافه للمجتمع الماليزي الصينيه ولا الهنديه ولا الارتوكسيه. فالاقليات مش دائما خطر هي هذا التنوع مهم لكن زاويه النظر تاعك ليها هي اللي مشكله. ان انك ديرها مشكله وانك ديرها حل الشباب مثلا الشباب هو فرصه
بصح النظام السياسي الجزائري دايروا مشكله، شوف كيف نحلوا مشكله الشغل وكذا. هو فرصه كبيره جدا، راهم في استراليا دايرين شعار كبير يسموه اعطي طفلا لبلدك، ما عندهم شاخ وراحوا فيها. اذا زاويه نظر، احنا بالنسبه لنا في منتدى الحوار هذا الثراء الموجود هو مهم جدا، لانه يعكس اولا طبيعه المجتمع، وثانيا خليني الناس تشترك. خليني اعترف لك باللي انت توجه لي في الحوار، انت اللي تروح لي للحوار اللي ما كنتش قاصده يعني. بصح معليش نمشي نمشي معاك. تكلمت على الشيوخ والشباب، او نحكي لك على المنتدى نتاع الحوار، فيه بعض واحد الامور ظهرت من خلال التعليقات. قال لك باللي الشيوخ هذو صدروا المشهد، اين الشباب في المنتدى؟ المنتدى هذا الذي انعقد كان صحيح فيه الكبار وكان فيها ايضا الشباب دليل. هلا انا متكلموا وهضروا، لا لا تكلموا وهضروا وعبروا عن رايهم وهذا طبيعي. ثوره الشباب في هذه الندوه كان كاين حراك، اسمح لي انا نقول لك يعني خطرات زاويه النظر تختلف برك. الندوه منتدى الوطني للحوار كان داخله حراك. شنو هو الحراك؟ نعم، لانه حراك تاع تجديد. لماذا؟ لان الطبقه السياسيه حتى هي معنيه بالتحول الذي يحدث في المجتمع. هذا التحول، الطبقة السياسية في الجزائر مطلوب منها معنية بهذا التحول في الأساليب، في الممارسات، في طريقة العمل، في كذا. أنا كنت أتمنى أنه يعني يجي هذو الرؤساء الأحزاب الكبار ويقولوا اليوم إحنا جئنا نستمع ل يعني الفئة التي ستستلم المشعل، اللي عندهم 57 سنة وما يقارعوا المشعل. بالمناسبة حتى هؤلاء اللي نسموهم شيوخ الآن هاو من جيلين تكرزوا في البلد هذه، جيلين حتى هما كانوا يقرعوا المشعل وما داوش، فهمني مليح. اذا نحن ندعو الى هذه الحكمه الموجوده والرصيد تاع الخبره الموجود في الاحزاب السياسيه، وهذه السقف المرفوع تاع الطاقه الشبابيه الجزائريه هي التي هي اولا هي اللي صنعت عبقريه الحراك هذا لوحده، وهي التي ستصنع عبقريه الحل. لذلك لا يجب ان ننظر الى ما حدث من نقاش وفي نهايه المطاف ماذا قال هؤلاء، هذا هو المهم. والله العظيم غير طرح ومقاربات جد يعني جد قوية وتعبر عن جيل جديد للجزائر هو الذي سيدخله. أنا أتفائل بميلاد طبقة سياسية جديدة في الجزائر تستفيد من الرصد. هذا الحركة بديته أنت في الحركة، في حركة مجتمع السلم بديته كشاب حبيت تغير يعني، ولكن ربما لم يحدث التغيير المنشود بالنسبة لك. هل ترى تعتقد بلي أنه كما قلت المشهد السياسي سيتغير، سيكون في حركة؟ هل هذه الوجوه القديمة التي تمارس العمل السياسي لها يعني بلاصتها وعندها مكانها في قادم الأيام؟ الشباب طموح مش سن، هذا لازم يعرفوه الناس. أنا نعرف بعض الشباب هو في سن كهل ما عاجز ما يدير والو، فاشل عاجز، ونعرف ناس كبار في سن الشباب، بمعنى أنه الشباب طموح. ما هو طموحك؟ ما هو تطلعك؟ ما هو الحلم الذي تحلم به في الجزائر؟ هذا هو الصح. لذلك النظام السياسي قتل الحلم في الجزائر، ما نقولش قتل، اغتاله. لماذا؟ لانه القتل تكون قدامه، الاغتيال هو عن 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 غره، عن غره، نعم، من لورا مش عارف مين. الحلم الجزائري لابد ان يتحقق. شكون يحقه؟ لاماتير غريس تاعو هي الطاقه الشبابيه الكبيره جدا، وفي قلب هذه الطاقه الشبابيه الطلاب اللي عندهم طموح كبير وكبير جدا في التغيير. هذا مهم جدا. موش عندنا احنا رؤساء الاحزاب، استجاوب يعني اجاوب، هل رؤساء الاحزاب هذو عندهم مكان اللي هم شيوخ يعني؟ لانه الناس قالك دقنا دارعا يعني من السلطه ولا المعارضه، قال لك نفس الاشخاص تتغير يعني. حراك 22 فبراير ينادي بانه الشباب يكون في المشهد، نلقاو انه رؤساء وشيوخ الاحزاب هي اللي تصدر المشهد. هذا هو سؤالي استاذ. انا كل حاجه اشوف اللي شفته كان على الاقل هذيك الطاوله الاولى هذيك على الاقل فيها 100 فيها 100 واحد، لانه الصف هذاك فيه ثلاث اربع شباب يعني 50% 50%. الا كان تشوف عاود الصوره، صوره المنصه فيها شباب وشابات فيها تقريبا 60%، ثلاثه برك ولا اربعه اللي كانوا كبار في في المنصه هذيك. كي تحسب هذوك 42 منا، نقول لك بالارقام يعني 42 منا و42 منا، تجد فيهم خلطين بين الشباب والكبار. وان كان كما قلت العبره ليس بالسن، بارك الله فيك، لكن لا يجب ان نخطئ خطا وقع فيه النظام السياسي، وهو ان ندير صراع بين الاجيال وتخاف من الاجيال اللي جايه. هاو ظهر الصراع يا استاذ المنتدى، الناس ولات تعلق، قال لك من الشيوخ ماني شادين البلاصه احنا ما خلوش. وهل عندما يعبر شاب عن هذا نلومه ونقول له ما كنتش كلا؟ لا، لانه الشاب الان هاو الان دخل في العمليه السياسيه بعد ان كان خارجها، هاو جاي للعمليه السياسيه. لا، لان الحراك فتح الافق السياسي في الجزائر، فتحه كثيرا. انا نعرف بزاف ناس بعدوا على العمليه السياسيه بزاف. خلينا نمشي معك بهذا المنطق. نعم، لو غدوه السلطات عيط للحوار وتقول خير من منتدى بعثوا لنا ناس يفاوضونا، هل يروحوا في نظرك
شيوخ رؤساء الأحزاب القدم ولا تجيبوا شابا من الحركة يفاوض عبد القادر بن صالح مثلا رئيس الدولة؟ أنا أعتقد يعني ما نقدرش نتكلم باسم في رأيك وجهة نظرك في وجهة نظري أن الطبقة السياسية في الجزائر من خلال هذه الوثيقة ومن خلال الحوارات لابد أن تكون عندها صورة واضحة في المقترحات على المستوى، لأنه في النهاية رايحين إلى نقولوا فلان وفلان وفلان وفلان، دير لي كريتاج هما الموجودين هم موجودين هنا في الآخر تلتزم بهم كمحددات، حتى المقاربة تكلمت على المواصفات تاع الناس اللي يكونوا ذات مصداقية قبلهم الشعب الجزائري مش متحزبين عندهم استقلالية يعني معروفة مشهود لهم بالمصداقية يقدروا يسيروا هذه المرحلة الصغيرة التمهيدية للانتخابات اللي اسمها الأرضية الممهدة. نعم في حوار آخر في الموضوع هذا سنتكلم فيه، تفضل واصل كمل. قلت لك إذن هؤلاء لابد أن يعاودوا يكملوا، لأنه أنا بالنسبة لي لا يجب أن نقف عند مجرد منتدى للوطني للحوار، لابد أن تكمل هذه الفئة من المجتمع المدني ومن الطبقة السياسية ومن الشباب والحراك والشخصيات الوطنية أن تكمل المهمة تاعها إلى النهاية. لماذا؟ لأنه ماهيش يعني الغاية هي المنتدى ولا الغاية هي الانتخابات، هذو كلهم وسائل للوصول إلى غاية هي أننا نطبق فعلا اختيار شعبي حقيقي، نجيبوا رئيس عنده برنامج صحيح نقدروا به نصنع قصة نجاح للجزائر من خلال هذه الفرصة التاريخية التي لا تتاح للأمم إلا في 30 سنة مرة. هذا النظام، هذه المنظومة الدورية كما قال مالك بن نبي رحمه الله، أنه ما تجيش كل يوم هذه الفرصة، هذا الشعور هذا المجتمع الذي ينهض هذا ما يجيش كل يوم، هذه راهي تجي تقريبا. احنا عندنا في الجزائر عندها 29 سنه هي في التجربه في الدورات التاريخيه في السنن الموجوده في الكون، انه الامم في 30 سنه يخلق جيل، لانه هذه هي 30 سنه 33 سنه 29 تجي هذه الدوره، ماشي غير عندنا حنايا، كاع عند الامم عندما تجي لابد اننا يعني هذه الفرصه نستقبلها نستوعبها ناخذ الدروس من الماضي ونصنع المستقبل بالتشاور شرف جميعا. انا نقول لك الامم اللي صنعت قصه نجاح ماشي معناتها ما كانش عندها مشكله. تتكلم لي على النموذج التركي، قصه النموذج نجاح الماليزي التركي الفيتنامي البرازيلي، لانه كتاب قصه نجاح مرتبط باردوغان. لا انا قصه نجاح هذه وين اديها في الحقيقه من خلال الدراسه تاعي اللي درتها للنموذج الماليزي والنموذج الاندونيسي في الدكتوراه باش تكون في الصوره. الان يعني نشتغل على النموذج التركي، نعم، لانه هو عنده مميزات اخرى لانه جاي في اوروبا وهذيك جاي. مهم خلاصه انه في نهايه المطاف انه هؤلاء الذين نجحوا انما نجحوا داروا بلاتفورم مشتركه توافقيه، حلوا ازمه الهويه، حلوا ازمه الايديولوجيا، حلوا ازمه هذا القضايا الرئيسيه الاساسيه، ودخلوا مباشره في الانجاز الاجتماعي والاقتصادي والتنموي والنهضه بالأمم، واستطاعوا في مدى منظور أنهم يصلوا إلى هذه النتيجة لما كانت كان عندهم قيادة راشدة ورؤية صحيحة وسليمة مستشرفة للمستقبل. والآن خليني أقول لك ما يحدث في العالم اليوم من تحولات هو يتيح للجزائر بمقدراتها بمواردها البشرية بهذه الفرصة أن تتموقع تموقعا حقيقيا في الإقليم وفي العالم. علاه؟ لأنه الآن كانت حالة انهيار لمنظومة كاملة، منظومة بروتن وورز الآن في حالة انهيار كبيرة جدا، المعطى الإقليمي والدولي مساعد جدا على أن الجزائر تستطيع من خلال القدرات الداخلية تاعها وحالة المسافة الواحدة مع الأزمات الموجودة أن تصنع قصة نجاح في المغرب العربي كبيرة وكبيرة جدا، ستؤثر كما أثرت الثورة التحريرية على استقلال 24 دولة. أستاذ تحدث لي دائما عن التجارب، نبقاو في التجارب الإنسانية، تجارب تحول الديمقراطي. نحن لسنا بعيدين عن تونس وعن مصر بخصوص العزل السياسي، لأنه مثلا في مصر أو تونس بعد مدة قصيرة عاود رجع النظام بشكل جديد بثوب جديد ولكن بنفس الأشخاص. هل هذا هو الشيء اللي يخوف اليوم الحوار، يخوف المعارضة بأنه لما ما نعزلش هؤلاء الناس يعاودوا يرجعوا بطريقة أخرى؟ ممكن تعليق؟ طبعا شوف، أنت الآن في مرحلة انتقال من حالة إلى حالة، هذه الحالة هذه ستنشأ لها قوى مضادة، قوى مقاومة. علاه؟ لأنه هي اللي كانت في الإدارة. نعطيك مثال، بوتفليقة الآن بما عينه من ولاة من شيف دايرة من اثنين البلديات في الانتخابات المزورة راه فيها غير أحزاب هذية، يعني المنظومة الإدارية الموجودة وحتى في المؤسسات الاقتصادية وحتى في السفارات وحتى في كذا ما تزال هي نفسها، بالتالي هذه لا ما يساعدهاش أنها يصرى هناك تغيير. وش معنى التغيير؟ معنى التغيير معنى تذهبهم، لذلك فهي تقاوم، لذلك الحراك والطبقة السياسية لابد أن تأخذ بعين الاعتبار أنه فيه ثورة مضادة، ومشي غير عندنا برك والله غير من التجارب رأي من 1778 مليون. نعم، لذلك فهذه ثورة مضادة موجودة
وهي تقوم بأعمال معينة، لابد على الحراك السلمي والطبقة السياسية أن تعي هذا 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 الدرس. ومسألة العزل السياسي هذه، أنا أعتقد أن الشعب الجزائري عندما ننظم الانتخابات هو كفيل. نتكلم اليوم عن الحوار استاذ، نعم. هل لأنه سؤال آخر سؤال ممكن في الحلقة، هل تعتقد بأنه ممكن غدوة لما السلطة تنادي إلى حوار، خلينا نقوله في قصر مؤتمرات أو في أي مكان آخر، ما كانش مقعد بالنسبة للتحالف الرئاسي؟ هذا هو السؤال. عندما تتشكل لجنة الحوار الوطني هذه اللي لازم تكون فيها شخصيات توافقية يعني يتفق عليها الناس بالمواصفات اللي كنا نتكلموا عليها، هي التي ستعمل على الدعوة للحوار الوطني وإدارته، صياغة مشروع مخرجات الحوار وتوزيعه على المشاركين، تنظيم الندوة الوطنية الجامعة لترسيم مخرجات هذا الحوار، متابعة تنفيذ المخرجات وتحديد فترة زمنية. تكلموا عن الأشخاص على التحالف أستاذ، خلينا نعطيك سؤال بطريقة أخرى ممكن تسرع لي شوية في الجواب. تفضل. آخر سؤال، هل تعتقد أن السلطة اليوم رايحة تضحي بهذا التحالف الرئاسي، تميل للمعارضة، تعيط للمعارضة تجلس معها الحوار، وما تعيط لا الأفلا لا الأرندي لا الحركة الشعبية؟ لا، أعتقد أن العملية يعني من الناحية الشكلية الرمزية قامت بها السلطة، وهي على بالها باللي فلان وفلان 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 ما لازمش يكونوا، وراهم باينين. هذاك التحالف اللي دار يدو في يدو في قاع لا لا كان في واحد المؤتمر تاع حزب، ومن بعد راحوا القاع البيضاوية جزء منهم. أعتقد أنه هذاك بالنسبة لنا الآن في المشهد مش موجودين، بالعكس راهم في مشهد آخر الآن في الحراش، يعني معروفة خلفائهم يقدروا يكونوا. الآن أعتقد أن العملية هذه تحتاج إلى وعي كبير جدا بطبيعة المرحلة ومعالجتها هي، يعني نهضر لك على السلطة، أما نحن بالنسبة إلينا هذا هؤلاء الناس الآن بالنسبة إلينا غير مرحب بهم في 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 العهد الجديد. يعني اللي دخلوا السجن ما يكونوش في طبيعي جدا هذا، حتى واللي ما زالوا في السجن خارج السجن يخلص مثلا، هل اللي مازالوا خارج السجن رؤساء الأحزاب يقدروا يشاركوا في الحوار؟ انا اعتقد ان هذا من مخرجات الحوار مع 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 اللجنه التي تتشكل، اذا كانت على قاعده المصداقيه والشفافيه والتوافق. ومن مخرجات حلقتنا انه سعدت جدا باستضافه فاروق طيفور. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. الى هنا مشاهدينا الكرام ناتي الى نهايه الفقره السياسيه ضمن غرفه الاخبار. عوده اليك نزيها بالعيدي، تفضلي.